Four meter uniform metallic rod is bent to form the shape shown in the figure. يعني عندنا 4 أمتار حطيناهم كده، مثلا متر، 2 متر، متر، يعني ده متر، لا متر مش محامي، متر طوله متر يعني، واتنين متر كلهم كده 4 متر. بيقول what are the x and y coordinates in meter of the system center of mass with respect to the origin. احنا قلنا في شابتر 9 او اعتبر الشابتر اللي احنا فيه، بنحل سؤال السنتر اوف ماس ازاي. بنعمل الجدول ده، سيجمنت عندنا 3 سيجمنتس، 1 2 3، اطوالي بحط لينث، بحط اكس وواي، الطول الاولاني ال يعني متر، 1 متر، مركزه فين؟ ما روحش اليمين ولا شمال، 0 ونص. طيب بالنسبة للأفقي ده طوله 2 متر، يعني متر 2 متر، متر. طب فين مركزه؟ أهو، يعني أمشي له متر وما أطلعش حاجة. طيب والرد الثالث أو الجزء من الرد الثالث طوله متر، أمشي له 2 متر وأطلع له نص متر. بس بطبق القانون، اقول الاكس بار بتساوي سيجما الاكس في ال على سيجما ال ال. الاكس 0، فصفر في 1، 1 في 2، 2 في 1، على طولهم كلهم 4، يعني يساوي 0، 2 و2، 4 على 4، 1 متر. بالنسبة للواي بار، سيجما واي في ال على سيجما ال ال، نفس الشيء، نص في 1، 0 في 2، نص في 1، على طول 4، نص ده راح ونص يبقى 1 × 4 فيها ربع متر. يبقى كده خلصنا السؤال.